هيكون معانا واحد من نجوم الكره البلجيكيه اللي لعب لاندرلخت البلجيكي ولعب كمان لمنتخب بلجيكا، وكان ليه كمان نصيب مع الكره الايطاليه من خلال مشاركته وتالقه مع نادي فيورنتينا الايطالي. لويس اوليفييرا النجم البلجيكي معانا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. طبعا بدايه اهلا بيك على شاشه النادي الاهلي وبشكرك على وجودك معانا. لقناة الأهلي على دعوتي، إنه لفخر لي أزور على قناة الأهلي وأنا أرحب بكم. طيب، هل أنت بما يعني بحكم مسيرتك الكروية بالتأكيد قلبك وتعاطفك بيروح أكتر لبلجيكا، وأعتقد كمان المنتخب الإيطالي ممكن بيكون يعني ليه من زي ما بنقول بالمصري من الحب جانب؟ أقول لك الحقيقة، بالرغم من لعبي في إيطاليا لكن أنا قلبي وروحي وعقلي مع منتخب بلجيكا بحكم الجنسية وبحكم بلادي، لكن في نفس الوقت أحترم إيطاليا ولم تكن بلجيكا فأتمنى إيطاليا. طيب خليني أبتدي مع بلجيكا. الحقيقة اللي قدمت عرض قوي جدا وقدرت تحسم المواجهة الأولى بثلاث أهداف، طبعا تألق غير عادي للنجم روميلو لوكاكو احرزوا هدفين. ازاي شفت بدايه او انطلاقه منتخب بلجيكا في يورو 2020؟ يجب ان يعلن الجميع ان منتخب بلجيكا لم يعد الحصان الاسود كما يسموه في جميع البطولات الاخرى. بلجيكا الان اصبحت مفضله، وبلجيكا اصبحت أكثر الفرق المرشحة للبطولة، ليست أكثر المرشحة بل نكون المرشح الأقوى للفوز بالبطولة. لدينا العديد من المواهب، لدينا كواليتي لاعبين جيدين جدا. أنا أعتقد أن من السهل الفوز ببطولة اليورو مع احترامي لجميع المنتخبات الكبيرة، ولكن أنا أثق في فريقي. لدينا الكبير وأفضل مهاجم حاليا في العالم لوكاكو، معنا دي بروين ومعنا لعيبة كبيرة. أعتقد أن بلجيكا سوف تذهب بعيدا في هذه البطولة. بمناسبة لوكاكو بعيدا عن الكرة، يمكن الحقيقة كانت لقطة مهمة جدا ومميزة جدا من النجم البلجيكي لوكاكو، بعت منها رسالة لزميله في فريقه في الانترناسيونالي كريستيان إريكسن، طبعا العالم كله الحقيقه يمكن تابع بقلق شديد جدا اصابته. ازاي شفت الرساله دي، وازاي كمان تابعت اصابه كريستيان إريكسن في مباراه الدنمارك وفنلندا؟ لا مش لوكاكو فقط من بعث رسالة، العالم كله توقف، وأنا كلاعب وكإنسان قلبي توقف للحظات وكنت حزين. اعتقدت أن اللاعب فارق الحياة لفترة، لكن كل ما فعله لوكاكو هي رسالة لجميع العالم أن كرة القدم ليست فقط منافسات داخل الملعب، هي داخل الملعب وخارج الملعب. ايه الرسالة اللي تحب انك انت توجهها لكريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك وانترناسيونالي الايطالي؟ يجب ان اقول له قبل اي شيء اتمنى ان يمر هذه الوعكة الصحية وأن يعود للملاعب. إريكسن لاعب كبير ومهم جدا لبلاده ولأي فريق يلعب له. أقول له ستمر هذه الأزمة إريكسن، وأنا من هنا من خلال قناة الأهلي أتمنى أن يعود بسرعة. رجوعا مرة ثانية المنتخب البلجيكي، يمكن اثنين من أفضل اللعيبة واللي يمكن ليهم في مصر جماهيرية كبيرة جدا في منتخب بلجيكا نجوم كيفن دي بروين وإيدن هازارد. إزاي بتشوف طبعا مشاركة هازارد الأولى مع المنتخب؟ هل ده هازارد بمستواه المعهود ولا شايف أنه محتاج وقت شوية؟ ونطمن منك كمان على فرص دي بروين في المشاركة في المباريات المقبلة. أنت والجميع وكل العالم يعرف من هو هازارد. هازارد لاعب لا يختلف عليه اثنين، مر ببعض الإصابات التي أوقفت مسيرته، لكن يجب على الجميع أن يعلم أن هازارد إذا عاد إلى مستواه المعهود قد ينافس على الكرة الذهبية. لا يعتقد الجميع أن هازارد قد انتهى. أعتقد أن هذه البطولة قد تكون النقطة الحقيقية لعودة هازارد لمستواه المعهود، وأنا أتحدث معه.
جوارديولا مع دي بروين برليام، نتكلم عن دي بروين، دي بروين من اعظم اللاعبين في الدوري الانجليزي. اما لوكاكو اعتقد من حديثك عن لوكاكو انك تتابع الكره الايطاليه وتتابع لوكاكو جيدا، لوكاكو اقوى مهاجم في العالم. البعض كان تحدث قبل كده على قوة المنتخب البلجيكي وقال إنه يحتاج إلى جهاز فني بمستوى معين قادر على إحراز البطولات لمنتخب بلجيكا، تعليقك على ده، وهل بتشوف إنه الجهاز الفني الحالي قادر على تحقيق بطولة اليورو مع تشكيلة بلجيكا الحالية؟ بالتأكيد بالتأكيد، مارتينيز واحد من أقوى المدربين في العالم، وأنت والجميع شاهد منتخب بلجيكا، الفرق بين بلجيكا الآن وبلجيكا في النسخ الأخرى. احنا شفنا بلجيكا في كأس العالم واليورو الماضي كانوا يقدمون مباريات بطريقة ممتعة، لكن أعتقد أن مارتينيز، وأتمنى له التوفيق، لكن أنا متفائل بمارتينيز، وأعتقد أنه قام بتغيير كواليتي بعض اللاعبين. وهناك أنا أقول لك شيئا مهما، مارتينيز قريب جدا من اللاعبين، يتحدث معهم دائما ويتخذهم كصديق، لا يتعامل معهم كمدرب ولاعبين. السلطات البلجيكية تحدثت بالأمس وهنت المدرب وهنت اللاعبين. لويس أوليفييرا، أنت طبعا لاعب دولي وشاركت مع المنتخب البلجيكي وعندك مشوار طويل كلاعب محترف، وتعلم تماما أنه الكرة الممتعة والتشكيلة القوية ليست وحدها كافية لإحراز بطولة. يعني عندنا الدرس الأهم طبعا والأقرب هو خسارة مانشستر سيتي لبطولة دوري أبطال أوروبا لصالح تشيلسي، اللي كان كل التقييمات بتقول أنه الفريق الأقل حظا أو الفريق اللي كفته مش أرجح لتحقيق البطولة، ورغم ذلك فاز فريق تشيلسي بدوري الأبطال. تحقيق البطولة قصة لها معايير معينة، هل شايف أنه المعايير دي موجودة في منتخب بلجيكا؟ أعتقد أن هذا شيء مهم جدا، المتعة لا تكفي لإحراز بطولة، أنا أتفق معك، لكن إذا ما تحدثنا عن المنتخب البلجيكي أقول لك من بداية حراسة المرمى إلى الهجوم لدينا كواليتي في جميع المراكز، لدينا مدرب خارج الخطوط عازم الأمر على الفوز بالبطولة. بلجيكا لن تفرط في بطولة اليورو، أنا أحترم جميع المنتخبات، أحترم إيطاليا، أحترم فرنسا، لكن نحن لدينا الكثير من الحظوظ لإحراز البطولة. أقول لك أنا متفائل بمنتخب بلجيكا، متفائل بالمدرب، متفائل بكل ما يقدمه اللاعبون. خليني برضو أسألك عن رأيك في العرض اللي قدمه منتخب إيطاليا في المباراة الافتتاحية وفوزه بنتيجة 3-0 مع تقديم عرض قوي أمام تركيا، إزاي تابعت المباراة وهل بتشوف المباراة دي كافية لتقييم قدرة المنتخب الإيطالي على المنافسة على البطولة؟ أريد أن أقول لك شيئا هام، بداية البطولة بالمباراة الافتتاحية ليست بالأمر السهل أن تلعب مباراة افتتاحية وتقدم هذا المستوى الرائع الذي قدمه المنتخب الإيطالي أمام المنتخب التركي، وذلك لأن المنتخب التركي ليس بالسهولة الذي يعتقده الجميع برغم خسارته أمام المنتخب الإيطالي بثلاثة أهداف. أنا أتفق معك، روبرتو مانشيني قدم أداء أكثر من رائع، المتابع لإيطاليا يعلم أن إيطاليا قاموا بالفوز ب 27 مباراة متتالية وهذا لم يحدث في تاريخ المنتخب الإيطالي لأكثر من 20 عام. أنا أقول لك أن إيطاليا ستقاتل وتنافس على البطولة للنهاية. مين من المنتخبات المشاركة في البطولة بترى أنه قادر على منافسة بلجيكا على التتويج وتحقيق لقب اليورو 2020؟ أسبانيا تبقى دائما مفضلة للجميع وأقوى المرشحين للفوز بالبطولة، وأسبانيا مع لويس إنريكي مختلفة جدا، وفرنسا
بطل العالم. لا تجب ان ننسى فرنسا. فرنسا ايضا مرشح بقوه. اعلم انك قد تبتسم لاني قلت بلجيكا وفرنسا وايطاليا. الامر صعب صدقني. حظوظ المنتخب الالماني والمنتخب الانجليزي من وجهه نظرك، هل التشكيله اللي بيشاركوا بيها عندها القدره على المنافسه على البطوله؟ أقول لك شيء هام جدا، ألمانيا لم تعد ألمانيا المرعبة المخيفة. أنا أستخدم المرعبة لأن العالم والمجتمع الأوروبي كان يخشى ألمانيا، لكن ألمانيا تبقى دائما من أقوى الفرق الأوروبية. تغيير المدرب وتعيين هانز فليك بعد البطولة قد يمثل بعض الأشياء الصعبة ليوخيم لوف. لا يجب أن ننسى أن يوخيم لوف قدم أداء أكثر من رائع وساهم وخسر وفاز سوري أمام البرازيل 7-1 وفاز أمام فرنسا، لكن تبقى ألمانيا ألمانيا. لكن الجيل مختلف. طيب خليني أروح معك أبعد عن المنتخبات وأروح للاعبين. مين هم أكتر اللاعبين اللي بتتوقع تألقهم في البطولة الحالية سواء من بلجيكا أو من خارج بلجيكا؟ أنا أعشق لوكاكو وأقول لك أن لوكاكو سيكون نجم البطولة وسيأخذ أفضل مهاجم في البطولة، ليس فقط بما قدمه بالأمس. لوكاكو يقدم مستوى رائع طوال الموسم. ومين المنتخب اللي تتوقع أنه يكون حصان أسود بطولة اليورو 2020؟ إنجلترا ستكون الحصان الأسود في هذه البطولة. شاهدت منذ قليل ما قدموه. إنجلترا في الأيام الماضية خسرت بعض الجماهير بما يقدمه من أداء سيء، لكن إذا كنت تريد الإجابة على سؤالي بالحصان الأسود سيكون إنجلترا. لويس أوليفييري، خليني أسألك، هل أنت متابع للكرة المصرية أو اللاعبين المصريين وتعرف إيه عن الأندية المصرية وتحديدا يعني تسمع إيه عن النادي الأهلي المصري؟ الأهلي واحد من أعظم، ليس واحد من أعظم، هو الأعظم في أفريقيا، ثاني أكثر فريق حصولا على بطولات في العالم بعد الريال مدريد. أعتقد أن الأهلي وإدارته أكثر إدارة حكيمة. أنا أتابع جيدا للدوري المصري وأعتقد أن الأهلي ينتظره مباراة هامة جدا خلال الأسابيع المقبلة أمام فريق تونسي يدعى الترجي. أعتقد أتمنى الأهلي يفوز بهذه المباراة. أنا بشكرك شكرا جزيلا على المشاركة معنا في السادسة، وبشكرك على وقتك، وبتمنى طبعا التوفيق لمنتخب بلجيكا. الحقيقة يمكن واحد من أكثر الفرق في البطولة بتقدم كرة ممتعة وبيضم الحقيقة تشكيلة رائعة ومتميزة جدا من النجوم على كل المستويات.